النهارده كمان هيكون في مجموعه من الاحداث اللي هتحصل باذن الله النهارده، وابرزها سهره رمضانيه في دار الاوبرا المصريه هيحييها المطرب الكبير علي الحجار على مسرح النافوره، وثلاث فعاليات في كنيسه العذراء بشارع سيف بمناسبه ختام الصوم. عنوان خطبه الجمعه النهارده هيكون عن ايام العزه والنصر في الشهر الفضيل، واخبار اخرى هنتابعها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الفنان الكبير علي الحجار هيحيي سهرة رمضانية على مسرح النافورة بالأوبرا الساعة 9:30 بالليل، وهيطرب جمهوره بمجموعة مختارة من أعماله اللي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد لأكثر من 40 سنة، زي الهلالية وزي الهوى وعارفة والحلم وفي الليل الطويل. كمان النهارده هتقيم كنيسة السيدة العذراء مريم أجواء روحية بمناسبة بداية أسبوع الآلام المعروف كنسياً بختام الصوم، وده هيكون في مقرها وهيبدأ من الساعة 5:30 الصبح. بالنسبة لخطبة الجمعة النهارده هتكون تحت عنوان أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل. الخطبة مكونة من ثلاث محاور، المحور الأول عن انتصارات رمضانية، الثاني عن عوامل النصر في الشهر الكريم، وأخيراً عن الانتصار على النفس والشيطان. هتنطلق النهاردة فعاليات بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة اللي بتستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 لحد 17 إبريل. هيشارك في البطولة عدد من لعيبة المنتخب المصري، وهم أحمد السيد، محمد السيد، أحمد السكري، ومحمد ياسين. كمان هتنطلق منافسات الفردي بمشاركة 293 لاعب، وهتستمر لحد بكرة، وبعد كده هتبدأ منافسات الفرق يوم الحد بمشاركة 38 فريق. والعشاء الدوري المصري النهاردة هيكون معادنا مع مباراتين حماسيتين هيتلعبوا في إطار الجولة الـ14 من المسابقة. فريق سيراميكا هيواجه فيوتشر، وغزل المحلة هيواجه فريق الجونة. والعشاء الدوري الإيطالي والجولة 33 من المسابقة، فريق انتر ميلان هيواجه فريق سبيزيا الساعة 7 بالليل، وهيقابل فريق اي سي ميلان فريق جنوا الساعة 9 بالليل. في الدوري الاسباني هيكون معنا النهارده مع المباراة الافتتاحية للجولة 32 من عمر المسابقة، وهيواجه فيها فريق ريال سوسيداد فريق ريال بيتس الساعة 9 بالليل.